حياكم الله معنا في حلقة جديدة ونرحب اليوم بالأستاذ بلال. الله يسلمك. منورنا والله. نور نورك. أنا عارف إنه رجع بسرعة يوم شافني جالس على الدرمز. تحس إنه في خطر. ترى ما عليك. لكن الحمد لله على السلامة والله. الله يسلمك. الله اشتقنا لك يا رجل. اشتاق لك العافية حبيب قلبي. الله يسلمك. إيش كنت بقول؟ نسيتني عيونك يا رقم الواتساب لا تنسونه لأنه الفترة القادمة بنكثف الموضوع لأنه بصراحة في مواهب جميلة فشغلة موهبة في الأسبوع قليلة فبنركز تكون إن شاء الله أكثر من واحد. الخبر الأول يقول لك وهي دراسة تقول لك الشموع المعطرة قد تتسبب بالربو وسرطان الرئة. للأمانة الشموع المعطرة الناس يستخدمونها برواقة يعني شمعة تلطف الجو. حنا صرنا نجي نطفون ذا النوار ويشغلونك 9000 شمعة تحس انك في مشب قاعد ومن كثر الروائح تضرب الرئة عندك. وبعدين هي فكرة الشموع إذا طفت الكهرب وانقطعت الكهرب يستخدمون الشمعة تنور المكان. حنا يلا هكا العم فاهمين الرومانسية غلط. طيس مو بشموع هنا 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 ترفع رجلك تلقى شمعة تلقى مندري شو جو رومانسي. أي رومانسي ذا جو كتمة. ثنتين في الزوايا تكفي تعطيك منظر لطيف توصل الهدف من الشمعة. 9000 شمعة تخرب الهدف من الشمعة وبريحة الله أكبر شغل كمامات. تجي للناس سليم تطلع مريض دور فنتولين. مدام انه في الروائح دراسة ثانية تقول لك رايح الثياب شريكك تحد من توترك. وجد الباحثون ان رائحة الشريك تقلل بشكل ملموس من مشاعر التوتر السلبية وانها تؤدي الى انتاج مستويات اقل من هرمون الاجهاد. يعني كل ما شميت رائحة الشريك هرمون الإجهاد يفرز عندك. أنا كل يوم أنت بوجي وش أشم؟ الواحد يشوفكم أكثر من عياله. استغفر الله. أنا ممون علينا أن نبخر الأسياب في القناة. على الشريك. لو الدراسة ذي الشريك كان من أسباب الانتحار. نطلع فاصل. حياكم الله بعد الفاصل. اليوم قضيتنا نبي نتكلم عن لوح السيارات. يعني احنا شعب يحب التميز عندنا هوس تميز في كل شيء في الرقم في لوحة السيارة في القراءة حتى لو تقليد. يعني أذكر واحد جاء البرنامج هنا مع كوريلا إيجار الساعة اللي لابسها الأصلية قيمتها 1,400,000 واضح إنها تقليد بس انه مبسوط سعيد مشخص لابسها فوق الكبك. يعني الكبك تحت فوق الكبك. يعني حتى لو تبي تتميز تميز بالعقل. يعني شيء نصدق. يعني ما ادري انك طفران جاي يعني كيف اقول لك تستنى الراتب اخر الشهر وانت لابس ساعة بمليون او انك القلم اللي حاطه هنا قيمته 10,000 دولار مثلاً. الساعة غير الساعة الكبك مثلاً الأشياء الله يكرمكم الشوز النظارة النظارة التيشيرت قيمته فالواقع غير. مهما لبس دارينك طفران دارينك قاعد تلبس تقليد. لكن تميز في الأخير يبغى يقول للناس إنه ساعتي وذا عايش. عندنا موضوع ثاني لوح السيارات مثلا ناخذ مثال. لوح
سيارة الخير حديدة، يعني ما أنت ماخذها معك الفراشك مثلا، ولا أنت معلقها في المجلس حق بيتكم، ترى في السيارة طقتها الشمس بر. مع ذلك خل نشوف فيديو أوريكم بس يعني مزاد اللوح. حرب أربع وحدات فتح المزاد 500 ريال. 5000 ريال. 10000 20000 30000 150000 200000 550000 700 570 650000 من عنده مزاودة نثبت عليه. الله يهديهم يا اخي الحروب. ترى جبناهم بس نلمون عليهم يعني ما اقدر نقول شيء. بيقولون بكره ضاع عنصري انا واحد منكم عادي يعني. لوحه حرب انباعت قبل فتره في المزاد، طلع ذا الفيديو سبب ضجه ب 650000 ريال. 650000 ريال يجيب لك سياره، اربع سيارات بلوحهم. أنا 650000 تجيب بيت دوبلكس. دوبلكس. تجيب 32 صني الفرحان و40 هايلوكس المخرج. تشتري 12 دفرانس لسيارة سيف. قسم. شوية 12. الهامر حق مروان 600 يجيب من الهامر حق مروان. كل ريال نجيب. لوحة في الأخير، لوحة 650 يعني أوكي نحب يعني بالعقل، يعني لوحة بألفين ريال، ثلاثة آلاف ريال، 4000 قل قيمة جوال، مو الناس تشتري جهاز جوال بأربع آلاف خمسة، أهمها منطقي، منطقية، نقول لك معلي، نفس الكلام ترى في الجوالات، بالجوالات. واحد طفران منتف ويروح ياخذ له عشان ايفون نزل جديد ولا عشان سامسونج نزل جديد، يروح ماسك كودا. طب عارفين اقساط، وفجاه انت في سما ما سددت اقساط فواتير لانك واخذ عن طريق الشركه اتصالات ولا سددت، ثم فتره اللي انت بايعه مستعمل. طب ليش؟ الجهات الحكوميه اذكيه، في ناس مصفق ترى، وش سووا؟ نزل مزاد وخلي الدولة تستفيد. أي ثلاث أرقام، أي أبو لوحة أبو رقم، أي مد الدف المزاد، ها هذه لوحة المزاد حق المرور، أدخل وزايد بديك رجلك. ترى المرور عارفين إنها حديدة، عارفين إنها رقم، عارفين إنها ما راح تزود السيارة ولا تنقصها. فقالوا ليش العالم تقعد تكسر في عالم تضارب مضاربة؟ بالواسطة يروح ياخذ له 50 لوحة على 50 سيارة ما تسوى لها الواحدة 3000 ريال ويركب عليها لوحة ثم ينزلها في مواقع. أكثر ما يحرجون عليه عندنا اللوح، ادخل أي موقع تلقى 50 لوحة يحرجون عليها. وأنا صراحة يعني أكثر لوحة واحد يهدينا لوحة ما ندافع. يعني حرب شيء قد جاني حرب سبعة ما ينحفظ الرقم. هديتك ما نبيع. هديتك مين مقبولة. شوف شوف المصري إذا جت هدية. إلى 3 ملايين ريال سعودي. لو جابت 10 مليون مش هبيعها. والله العظيم. بتاعت صديقي ما أقدرش. صديقي. عينا. بالله عدي والله مقنع. مقعيد عدي فيديو. أقنعك. أنا ما رب أقتنع. فشغف التميز جعلها تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي. لو جابت 10 مليون مش هبيعها. والله العظيم. بتاعت صديقي ما أقدرش. 10 مليون؟ والله لا بيع الكاست ذا كله. مجنون أنت. يا شيخ. حط العشر مليون في حساب وريك إذا رديت على العيال أنا. هم مقدرين ظرفي. الله يهديه من بعد العشر مليون ما عاد يرد عادي. أنا إشاعة ذيك اليوم طلعت إني جايتني 10 مليون، الناس دقت تبارك
استثمار من نفس 30 سنة والله دقوا علي. هلا أبو عبد الله صدق اللي سمعناه عشت أيام حلوة. عرفت؟ يعني عشت أيام حلوة إن الصبح كذا أنا في الليل إشاعة إن جتني 10 مليون مقابل عمل معين، هو فعليا ما نص ريال ما جاء بس إني عشت حياة سعيدة. ودي أقوم الصبح وأسلف فلان وأعطي فلان وذا وأسدد وكذا وعرفت وأستنى أي أحد دق علي يقول ناقصك شيء يا أبو، معي 10 مليون. بس قمت الصبح سددت فواتير. دقيت طبعا على روتانا، الراتب ما نزل ليش يا أخي؟ الوضع سيء. وذا يقول لاحظ صديقي. يا شيخ صديقي لاحطه في شنطة السيارة. والمرور. خذ الكوريلا باللوحة بصديقي. رايح. قال صديقي قال. فاصل. قالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم أبعد وجنب دربها هذا هو المكسوم. قالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم أبعد وجنب دربها هذا هو تركوني واسكتوا خلوا العتاب اللوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتاب اللوم. قدني غرق في بحرها آه 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 كيف وشعال اللوم. حياكم الله. اليوم بداية الطرب، بحس كذا اليوم اني بنطرب بعد الأغنية. قالوا ترى عطتني كيف الكلام، عطتني باور. معنا اليوم الفنان سامي حكمي. حبيبي الله يحبك. منورنا. نورك الله يسعدك يا رب. احنا طبعا عرفناك في اليوم الوطني او في موسم اليوم الوطني. انت غنيت على المسرح في عسير في جازان. في جيزان. صحيح. في جيزان. كيف كانت الوقفة قدام الجمهور؟ ما أقول لكش. لا كان في هيبة صراحة. كان في رهبة. يعني طلعت على مسارح كثير بس في المكان ذا كان حاجة واو صراحة. وكيف كيف كانت ردة فعل الجمهور؟ أكيد كانوا فرحانين. الواحد لما يكون بين أهله ناس اكيد يعني شغل عنصريه ذا. لا مو عنصريه. جزان يو افتخر. عاد انت اكثر واحد جتني توصيات ولدنا ولدنا انتبه لولدنا. وش فيه وش السمعه اللي جايه عني ذي؟ حب الناس هذه محبه من الله ولا كيف؟ يا يحبونك الناس. يعني محبينك واجد ها؟ الحمد لله. خل نشوف طيب فيديو. ايوه ايوه لا من تفضل. اشبه باللي اشبه باللي اشبه باللي عسيف من الزين تلعب ولا حبنا الرسم في ايديها. طيب هذه طبعا الحفله اللي قدمتها صحيح في جيزان. لكن انا داري يوم قلت عسير عندي معلومه انك انت شاركت في السوده. صحيح هي كانت الانطلاقه الاساسيه او الفعليه كانت من السوده. حلو. من موسم السوده. كيف شفت؟ والله انا اقول لك كيف. لا تقول لي بين اهلي وبين. لا والله انا جيت كزائر او شيء. ايه؟ الجنوب كلها طبعا كلها كل السعوديه يعني كلها اهلي اكيد كلهم يحبونك. بس يعني انا يعني اقول لك السوده هي امي. ليش؟ زي المصريين ما يقولوا مصر هي امي. طبعا كانت انطلاقتي منك. انا جيتها كزائر للموسم. جاي تمشى. بالضبط. حلو. وشايل معي عودي. تفاجأت انه في واحد من الشباب هناك فاتح معرض كمان. فرحب قال لي يا اخي تعال نجيب العود معك خلينا نجلس كذا تونس. قعدنا ندندن شويه حولنا كذا العالم تصوير
وصار السنابات يعني مش طبيعيه في الجنوب كله يعني. حلو. فمن هنا قررت اداره المهرجان بقياده الاستاذ حسام مدني اللي هو كان رئيس تنفيذي قلنا محيوا لي لوكيشن معين، والحمد لله بعد اللوكيشن صار في ما شاء الله. وبعد رحت الجيزان. بعد رحت الجيزان حفله الجيزان. طيب والجاي؟ الجاي ان شاء الله حيكون هنا عندك في موسم الرياض باذن الله. حلو. بتكون موسم الرياض ان شاء الله. بتكون طبعا الاغاني اللي بتختارها طربي ولا بتكون شغل شكشك اغاني سريعه؟ والله انا بتاع كله. اي يعني وش بتروح لل... انا الحين قاعد اجهز اغنيتين ان شاء الله حتنزل سنجل باذن الله. حلو. ان شاء الله. حلو. انتاجك انت انتجته؟ اي انتاجي انا. إيه بتسمعنا واحده بعد شوي؟ قاعد تسمعنا اغاني سمعناها لما طفشنا، بتسمعنا واحده من اغانيك بعد شوي. واحده باللهجه الجزائريه ويمكن ما تفهم. نبغى بالعكس. تبغى ايش رايكم شباب؟ بالعكس. قلت شيء شرح كذا حلو. لا 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 سمع. طيب. راح سمعنا. يلا. شرح نقول ها؟ لا والله انا ترى من الناس اللي رحت جيزان وقعدت فيها ولي زملاء كثير ايام الدراسه في الجامعه. يا سلام. وبعدها ايام الاعلام والى الان. يا سلام. ومن الناس اللي رحت جيزان طولت، يعني مو بانه الواحد يقول رحت ثلاث ايام، لا انا قعدت مره 20 يوم مره قعدت فلافها الى العيون الحاره الى ابو عريش الى الخوبه ايام الخوبه. الله الله الله. اي ما عليك ترى دليله دليله هناك. طيب اقول لك شغله. تفضل. انت انسان موهوب غير انك تغني انك تعزف عود وتعزف كمان، وش بعد؟ ما شاء الله جايب معلومات يعني. ما جاء سلسله معلومات. طيب وغيره؟ في البيانو في الايقاع. حلو. قانون على الخفيف يعني كل شيء. مش اكثر ما في شيء يزعل. درمز كيف مع الدرمز؟ ما شاء الله ما لا الدرمز خليته ابو فهد والله. طيب خلنا نشوف فيديو انت تعزف كمان. والله عد اللوك قوي بس كيف عجبك؟ والله لو اني شايف في اليوتيوب انا ما عرفت ان انت امريكان جاي كذا. شغل نظيف هذا. طيب الكمان يا اخي مبدع انت. طيب ما فكرت انك تنزل اغاني على الكمان؟ والله هذه كانت في البدايات يعني، لسه كان ما في الاحساس اللي الان يعني موجود. ما شاء الله هذه بدايات. ايه كانت عندنا شنو 300 حلقه الحين. هي البدايات هي النهايات. قصدك على مين؟ قصدي مروان وبلال. اورطك معهم والله. بلال من كثر ما تقول اسمه حفظته انا خلاص. والله اي والله. اي عاد صار مشهور يعني. بلال صار مشهور ترى، صار سيف من فيس تبعنا. شوف طيب انت بديت تعزف عمرك 11 سنه بالضبط؟ هل صحيح المعلومه ذي؟ صحيح. صحيح. طيب من اللي علمك؟ علمت نفسك بنفسك؟ ما كان في يوتيوب 11 سنه. انت ما شاء الله عمرك 60 الحين، ترى ما يبان عليك. اللهم لا حسد. ما يبان عليك من خوال العمل. لا 11 سنة عمرك 11، يعني أتوقع أنه ما كان في انتشار. هو زي ما قلت أنت الموهبة كانت موجودة، والموهوبة أتوقع أنه ما تصعب عليه الموهبة زي المتلقي، عارف؟
فسبحان الله اول ما جيت مسكت العود ما طول معي يعني يمكن حال ابو شهر شهر صرت مكتشف النغمات و عمرك 11 سنه لانه الحس كان موجود إيه. ما حد علمك ما كان في احد يعزف هو في البيت هو يعني لا في البيت ما في احد كان في لي ولد عم اكبر مني بس في مكه وعايش ويلا يلا نسمع واحد يعزف عود في الفتره ذيك ابويا كان ما ادري الله يرحمه كان الله يرحمه اي كلهم كانوا رافضين هو يعني فخفت انه يلبسني بالعود فكنت اطلع في الحوش كذا طيب وبعدها متى اعترفت انك تعزف؟ يمكن قد عندي 16 سنه خلاص اول ما صادني ابوي ما اعترف طبعا مش اعتراف يوم صادك دعمك ولا كسر عود على راسك؟ اكيد دعمني الحمد لله طبعا زين طيب. والله ما كنت متوقع انه كذا يعني راح يدعمني وزي كذا عارف؟ لان ابوي عسكر الله يرحمه تعرف العسكري دائما شديدين ايوه فاول ما دخل علي اصلا صنمت كذا ما عاد صار في حركه ولا شيء ساكت سمعني انا سمعني ذي سمعت هات العود ولبسك بس والله سمعته وما قصر صراحه دعمني واخذ كورس كمان في مصر حوالي سنه الحمد لله على حسابه على حسابه الخاص يعني درست انت الحين يعني مش دراسه يعني فهم خلينا نقدر نقول فهم يعني الحين نوته وما نوته ولا على خفيف يعني يعني مو طيب كيف الزواجات معك؟ أنا شغال زي أي فنان شغال يعني. تبي ما في شيء أنا أسأل شو فيك زعلان؟ أحس إنه في فيديو حيجي. لا 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 ما نفعتي. لا لا لأن قالوا إنك عصبي فأنا حريص معك. من قال لك إني عصبي؟ وصلتني معلومة. الابتسامة هذه كلها عصبي. إيه قلت لا تغرق الابتسامة ذي. خلني أوريك الحين فيديو تعرف ليش أقول أنا. طيب هات. ورنا الفيديو. الله يستر منك يا. الداري داري والوطن كله لك يعني كلنا ما عندنا جوالات فيها فلاشات يلا خلينا نشوف حتى وانت تطلب منهم فلاشات معصب عليهم لا وين حرام عليك اللي عنده جوال فيه فلاش شغله كيف جدي بس انا وقت العمل وقت الشغل وقت الشغل جدي والله طيب انت تكتب قريشه منك تكتب كلمات زفات شاعر بعد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما قلت شيء طيب. انا ترى حلو اضحك كثير كيضحك ما قلت شيء ما شاء الله يعني انت البوم لحالك ما انت محتاج احد الحمد لله لا ما قد دراه الف ولا طيب يقولون تكتب زفات تكتب ذا شعر صح اي على خفيف قد جرى كاتب غنائي مش شاعر يعني إيه؟ كاتب غنائي ممكن اكتب لك اغنيه حلو اصنع لك اغنيه لكن طيب قد جرى دوبك بزواج ما حسبوك ايه وش سويت ولا شيء والله علينا والله جد وصل شيء يعني مشيتهم ولا قلت لهم شيء ايش سوي مش في الزواج كان في حفله رسميه ايوه في احد المقاهي ما راح اذكر اسمها حلو وحجزوا لي تذاكر مش عارف ايه فكانت تذاكر ذهب بدون نياب لا حد يضحك وخلصت الليلة والفندق كم يوم حاجزين لك؟ نص يوم؟ ما فندق على طول من الطيارة على الحفلة حلو خلصت حفلة ارجع المطار رح دور لك حجز من حسابك انت الخاص وارجع طيب وين المنظم؟ كان صديق يعني اي اوكي صديق جرى يعني تقدر تجيبه مع رقبته لا عادي خلاص راحت ها؟ راحت الحين لو طلبك طيب هو نفس الصديق ذا قالك تعال وعندنا كذا والله هو حيشوف الحلقة أكيد خله أيوه لو طلبك مرة ثانية قالك ما راح يتصل علي خاص عندي مدير أعمال الحين عندي والله كيف بس عجبت طيب مدير أعمال للشعر ولا العزف ولا ذا حدد لا الفنان ما في أنا لا ما شاعر ولا فنان باكج طيب يقولون وصلتني معلومة من واحد من عيال عمك مكلمني يقول انت حساس ويسمونك ابو دميعه يقول عطو تصيح يعني دمعتك على طرف عينك مو فنان حساس يمكن شعر دخلت في عيني ذاك صح يمكن شعر دخلت في عيني ذاك يعني مو صادق ذا والله شوف هو انا احس بالكلمه صحيح لكن مو في اي وقت يعني تصيح طيب وش الاغنيه اللي بكتك؟ اغنيه فقدتك كنت اغنيها لابوي الله يرحمه الله يرحمه يعني فقدتك يا عز الناس بالضبط طيب وش الاغنيه الثانيه اللي تحس انها تحرك يعني هذه بتبكيك بس ذي كذا تطلع يعني تعرف الكوبرا
اللي تخليني مثلا ارقص كذا وانبسط كذا نفسك تحس انك كوبرا في ذاك الوقت. وش الاغنيه اللي شيلوا معي اهل الوادي ايش رايكم؟ اي والله نبي نسمعها تكفى. شيلوا معي اهل الوادي ايش رايكم؟ نسمعها 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 هذه نسمعها العين. نقولها على الشرقان ولا خليها فالت كذا؟ لا 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 وين فالت يا شباب؟ يلا على الشرقان يلا. شيلوا معي يا اهل الوادي. شوف اي احد يتزور هنا من الشباب ماني صايم. شيلوا معي يا اهل الوادي ما قلت لازم تشيلونا ما قلت لازم. شيلوا معي زين الانشاد شيلوا معي زين الانشاد خويكم لا تخلونا خويكم لا تخلونا ودي بجلسة ومقعد ودي بجلسة كحل عيونا مع صاحب كحل عيونا. الله لا تنزل عود. أما أبى أقول لك شكرا حبيبي شرفتنا. الله يشرف مقدارك. نورتنا وحنا طماعين حبيبي. عرفت؟ أبشر. نبي نسمع أغنية بعد كذا نختم فيها. والله لو الوقت وقتي كان يلا ما الله كذا يبغى نسوي لي جزئين حلقتك. الله يسعدك يا رب. نورتنا يا حبيبي سعدنا فيك. نورك يا حبيبي الله يسعدك. وان شاء الله ما دام انك في موسم الرياض هنا فتقريب ان شاء الله. ان شاء الله لازم تزوروني عاد الشباب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله وعده. الله يسعدك. أحبك لا تقولي شلون كثر ما تغير أحوالي كثر ما جيتي في بالي كثر ما تغير أحوالي كثر ما جيتي في بالي خيالي يرسم البسمة على شفاتي وياخذني إلى آخر مدى في الكون. خيالك يرسم البسمة على شفاتي وياخذني إلى آخر مدى في الكون. وطل عمري غضى يبطر فيك الساهي وإذا نادت لك أيامي أموت بطر فيك الساهي وإذا نادت لك أيامي